لكم، كنشكركم على التلبيه ديالكم، التغطيه ديالكم الاعلاميه ديال هذا الحدث اليوم اللي كنعرفوا فيه افتتاح ديال المركز الصحي ديال ولاد العسال بجماعه المناصره بحضور السيد العامل لاقليم قنيطره. فكنشكروا على المجهودات ديالو الجباره اللي قام بها حتى خرج هذا المشروع الوجود اللي داخل في محاربه الفوارق المجاليه واللي داخل في صلب الاهتمام ديال صاحب الجلاله في التوجيهات الملكيه ديالو اللي كيقول بانه خصنا اعاده النظر في المنظومه الصحيه والاصلاح وتعزيز العرض الصحي ولا سيما خدمات القرب، وهذا داخل في اطار ديال خدمات القرب نقدموا للمواطن ديال هذه المنطقه هذه واحد الخدمات قريبه باش نوفروا عليه العناء ديال التنقل للاماكن الاخرى على قدر المستطاع. ويمكن يعرفوا حتى تعزيز هذا المركز يعرف التعزيز ديالو بخدمات اخرى اللي ربما اللي هي في الحاجات ديال ماسه لها الساكنه واللي غادي يقدر يستافدوا منه 12000 نسمه ديال الساكنه، وكيتوفر على نظام معلوماتي اللي غادي يخلي المستفيد هنا كيتوفر على واحد الملف طبي رقمي اللي غيستافد منه سواء في المستوى الاول حتى المستوى الثالث الى مشى للمراكز الاستشفائيه الجامعيه. وشكرا. رشيده جوبيد نائبه الرئيس جامعه المناصره. الحمد لله كان هذا التشين مفاجئ وجيت فرحانين بالوزير ديالنا اللي جا لهنايا وتشنا هذا المستوصف اللي كانت الناس نيت محتاجه لهذا الكومبليمون ديال هذا المستوصف. يعني كاينه الساكنه هنايا اللي هذا المستوصف ديجا كان ماشي عاد هذا، غير هو كاينه فيه تجديدات وتحسنات ومستافده منه الناس بزاف بالنسبه للامراض، بالنسبه للامراض السكريه، بزاف الحوايج كاينين هنايا. الا حاجه وحده اللي كتنقصنا حنايا هي مركز الولاده. عندنا مشكل في جامعه المناصره، هذه الجامعه ديال المناصره عندنا ثلاثه ديال المستوصفات هنايا ولكن ما فيهمش مركز الولاده، وهذه راها ديجا قلتها لسعاده الوزير، قلت له ما نكرهوش غير واحد من التخصص يكون فيه واحد المركز ديال الولاده. يعني هما كيقولوا باللي خاص تكون كيخافوا من الافات من المهاجم من الطوارئ وداك الشيء هذا، وخاصها تكون هنا لا غينيماسيون وداك الشيء، ولكن تكون واحد الاسعافات الاوليه لا قدر الله حتى الا كانت شي حاله خطيره او شي حاجه راه يمكن ليها تنقل للسبيطار هذا. راه كاين بزاف وكاين الحمد لله لي زومبيلونس كاين كل شيء، هذا هو المشكل اللي عندنا حنايا. الحمد لله الجماعه ديالنا كنظن بلي الجماعه الوحيده اللي كتحتوي على ثلاث مستوصفات، وحنا جد فرحانين واستعدنا وخدمنا ليل ونهار تبارك الله الاعضاء وكنا حنايا والشباب والمنطقه كلها باش نقادوا نهيئوا واحد الجو اللي غتكون فيه زياره الوزير، وحنا فرحانين وكنطلبوا من الناس تكون عطيني زياره اخرى وزراء اخرين ويجيو يشوفوا هذه المنطقه وباش تكون واحد التحسن وكتكون واحد الصلاحيات مزيانه هنايا. يعني المنطقه كتزيد كتقدم شيء فشيء، يعني ملي كيكون هكذا كيكونوا زياره ديال الوزاره وديال بزاف ديال الناس كتكون واحد التقدم في المنطقه. كنشكركم. رئيس المركز الصحي ولاد العسال مستوى القرويه المستوى واحد ولاد العسال، اليوم كما كتشوفوا معنا ان السيد الوزير خالد اي الطالب مرفوق بالسيد عامل صاحب جلاله باقليم القنيطره شرفونا باعاده افتتاح المركز الصحي للقرويه المستوى واحد ولاد العسال بعدما تم تهيئته من طرف شراكه بين وزاره الصحه ووزاره الداخليه. هذه التهيئه اللي كانت كتصبو الى تجويد وتحسين المركز باش انه يستقبل المواطنات والمواطنين في ظروف اللي كانت تساعدهم على انهم يلقاو ظروف الراحه والتطبيب المناسب. وكيف ما شفتوا معنا داخل المركز على انه مركز صحي نموذج على مستوى اقليم قنيطره ولما لا على المستوى الوطني. المركز كيف ما كتعرفوا ان المركز الصحي القرى ولاد العسال مستوى واحد كيقدم خدمات طبيه علاجيه ووقائيه وكذا خدمات تكفل بالامراض المزمنه وعلاجات تمريضيه. دونك الساكنه الاجماليه
اللي كي يتم استهدافها من خلال هذا المركز تقدر بحوالي 12000 نسمه، وجماعه ترابيه النصره تتوفر على مركزين صحيين ومستوصف، المركزين الصحيين ولاد العسال والعنابسه، والمستوصف القروي ولاد العربي. المستوصف القروي ولاد العربي والمركز الصحي القروي المستوى واحد العنابسه حتى هما مبرمجان على اساس انهما ان شاء الله غادي يكون اعاده التاهيل ديالهم والتاهيل ديالهم باش انهم يستجيبوا تطلعات المواطنات والمواطنين في ورش الحمايه الاجتماعيه اللي مطلوق، وان يكونوا في حسن انتظار الساكنه والمواطنين. شكرا.